حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم شيواتم سليمان. نتمنى يا ربي نكون في حسن الظن ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد اللي كيش غزال كيحمق وخفيف وسهل، ونتمنى على ربي يعجبكم. كنت غنعملو في العشاء، كنت ما عارفش نسجلو شي، وقلت مع راسي علاش ما نشاركوش مع الحباب، وقلت بسم الله يلا نوريوني الحباب، ماشي نوريو حاشا العف، كلشي كيعرف غير كل واحد. انا طفيت لي طلعت مع طلعت الكيش، بغيت نعدل هذا قدامكم مختلف شي شويه عليه، ونتمنى يا ربي يعجبكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. وبسم الله نمشيو للمقادير. بسم الله، عندي هنايا 200 غرام ديال الحوت، العاف 300 غرام ديال الحويته، شريت جوج الفيليتيس وقطعتهم هيدا ديال الحوت. عندي هنايا نص د فلفله حمراء ونص خضراء مقطعين هيدا صغار ماشي بزاف، واحد شويه د الجلبانه هيدا كويس، هيدا بحال كاس د العنبه معمر، عاود بحال كاس د العنبه معمر ديال الفطر. الفطر عاود شريت العلبه، هذا طبيعي هادشي اللي كتشوفوا طبيعي، هذا د العلبه. عندي القزبر المعدنوس ها هما شويه، وعندي حجاج د الرصيصات ديال الثوم غنحكم. الجبن عمري ما كنعمل بالقياس، كنعمل على حساب. عندي 200 غرام هنايا ديال السوريمي، عندي هنايا 8 د البيضات، بالحق هادوك صغار، الا كانوا كبار 6 كفايه. عندي كاس 225 مليلتر ديال و50 مليلتر ديال الحليب. عندي هنايا 8 ديال الضامات د لاباشكيري، ها هما فينهم 8 ضامات د لاباشكيري. هذا الزيت عاود عيني وميزاني شي 150 غرام ديال الزيتون هذا، وان شاء الله. وعندي الطوا ديالي العجينه المورقه، هذه كانت عندي شيطه ديالي، وكانت عندي شيطه وفي الكونخيلادور في الفريغو، وخرجتها وقدتها وعملتها هنايا العجينه المورقه، طلعتها وطلعتها وكلشي كيعرف الحمد لله. انا عملته بالعجينه المورقه، كتشوفوها عندي هنايا مرقع، كنت كنقطع، كان عندي واحد الطرف قلت غادي نجيبو غادي نجيبو نستغلو ما نخليوهاش بزاف في الكونخيلادور، وقطعته وعدلته هنايا في هذه الطاوه هذه. كل واحد يعمل الطاوه اللي عجبته، كبير صغير، بغيتو تنقصوا من هذا بغيتو تزيدوا، هذاك الشيء على حسب. وبسم الله نمشيو لطريقه التحضير سهله وخفيفه، وكيجي بنين والعشيوي مدخم، ومن بعد غنرافقوا بواحد الشليضه حتى هي تعجبكم ان شاء الله. ملي سالي هذا نوريها لكم حبيبي. ها هو تعمير هذه الحشوه ديال الكيش ديالي ان شاء الله. عملت شويه ديال الجلبانه بالفت هكذا، ودابا غنضيف عليهم هاد الفلفله الفلفله فلفله حمراء وفلفله خضراء، ها هي غنحط عليها هذيك السيمه ديال الثوم، حيت الخضره واخا ما طيبش بزاف على قبل باقي غنعملوه في الفران، ما حتاش شي زعما غنزيد حتى هادي، حيت الكيش كيعطي الثوم مزيان، كيجي معاه الثوم مزيان. داكشي بالحوت ها هو، غير شويه كيمشي كيشبر شويه المذاق مع بعضيتو صافي، حيت عاد كيدخل للفران كيزيد يطيب طياب اخر. ودابا غنعملو الاقامه ديالنا. عندي هنايا واحد المغرفه ديال السحتار معمر ماشي كامله، مغرفه ماشي معمره ديال الفلفل احمر، عاود ها هي ماشي معمره، على قياس على اللي عندي انا. نتوما الا كان عندكم كبير عملوا كثر. الملحه عملتها، الملحه حتى هي على حسب، شويه ديال اليد دي بزرها. وهذا المذاق ديال البنه كنور ابي كريم، قلت لكم بالعربيه وبكل شيء، ديال الحوت ها هو فين هو، كيعطيه واحد اللذه زيونه، كيعطيه واحد شعنقول لكم كيجي بنين بزاف صافي. كنعيا في السر كنخاف نغلط في شي حاجه، ها هو صافي. كنضيف له الحويته ديالي دابا، حيت حاجه تاخرين كاملين طايبين، كنضيف هذا الحوت، خلي هذاك ما قطعتوش شوف شنو كتعمل الزربه، ما رديت له شي البال عفوا. ها هو الحوت، هذا الفيليتي ديال الحوت وصافي. شفتوا معايا ساهل ودغيا كيطيب،
انا قلت لكم حيت ما كنخليهمش يطيبوا بزاف. هذه صافي عليها دابا، هذه غنخليها هيدا على جنب واحد 3 دقائق ونطفيلها، ودابا نمشيو نعدلوا مع بعضياتنا الحشوه اللي غنكملوا. حبايبي دابا بسم الله، دابا علاش بغيت غادي نضربهم بهادي؟ عرفتوا علاش؟ حيت عندي هاد الجبين هذا غادي نضيفوه هنايا ومع الحليب في دقه واحده، وغادي نعمل شويه ديال الملح، وعادي نضربهم بهادي بهاد الباتو على قبل. الا كان الا عملنا معها الكريم فريش كنعملوه عيب الخلاط، ما كاين حتى شي حاجه، غير يداوي نورمال. حق ملي كنعملوا معها الجبن هذا ولا جبن كريموسو ضروري كنضربوهم بعد باش ما يبقاش مكور تما. وبسم الله انتما شفتوا طريقه تحضير هذا الصلصيطه كيفاش هي. واخا غير شويه باش ما يبقاش مكور بزاف، ولا كيبغي يقطعوا طريفات ويخليه عاود هذاك كيبقى لاي واحد صافي، هذاك على حسب على حسب. صافي حبايبي، ودابا غادي نضيف هاد الخليط اللي عملت، غنضيف له هاد الحشوه هادي اللي عملت امامكم دابا عاد، ها هي. وغادي نضيف هاد الزيتون ها هو، وغنضيف السوريمي مع بعضيتو. هاد الجبن هذا انا قلت لكم انا الجبن ما كنعملش فيه القيس، كيعجبني بزاف. نتوما الا بغيتو قللو قللو، بغيتو ما تعملوش ما تعملوش، ولكن انا كيحمقني. هذا غنعملو تقريبا كامل، وغنزيد شويه باش نغطي به زعما نزوق به من فوق. هو هذا الكيش ديالي، نتمنى يا ربي يعجبكم ويكون عند حسن الظن ان شاء الله. ودابا غادي نكبو رفينا وان شاء الله باذن الله. شنو نسيت؟ واحد شويه ديال الحار، ها هو الحار ديالي كنجيبو من المغرب وكنشريه من هنا من القزر بحال بحال. عملت هنا واحد البركه، كيحمقني انا الحاجه بحال هيدا وكيعجبوني. والحق الحاجات اللي ما عجبوكمش يا حبايبي ما تعملوهمش، كل واحد على خطر خاطرو. وبسم الله غنكبو هنايا، غنكبو هنايا ونحاولوا ندخلوا في كل شيء. ها هو حبيبي الكيش ديالي عادي بالحق، كيجي غزال بنين. ودابا عاد غنزيدو الجبونه ان شاء الله هيدا من فوق، ان شاء الله يا ربي يعجبكم يكون عند حسن الظن. والله الا كيحمر الوجه. ودابا غندخلو الفران ملي طيب نوريه لكم، ودابا نمشي نوريكم الشليضه ديالي ساهله وخفيفه. حبيبي الكيش ديالي شعله بنت فيك تحمق، ودابا غنزيدو واحد شويه د الجبن من فوق. انا قلت لكم انا كيعجبني الجبن، دابا غنزيدو واحد شتيتو هيدا، غنخليه شويه صافي غير شي 5 دقائق هيدا وعادي نحيدو هيدا واحد شويه هيدا. هادشي اختياري ماشي ضروري، اختياري 5 دقائق ماشي كامله، غنخليه دابا هيدا ونحيدو وتشوفوه معايا ان شاء الله بلاطو التقديم. دابا نوري لكم الشليضه ديالي حبايب. بسم الله الشليضه ديالي عندي هنايا الخس، ها هو ديك الرطيطه اللي كيجي مزيون رطب عندي هنايا، عمرت به الطويسات هادو اللي كتشوفوا امامكم، جاوا معمرين شويه غنقص منهم، نقص منهم واحد شويه، شي ضروري يكون معمرين بزاف. حق اللي كتعجبو ما كاين حتى شي مشكل، راه صحي ومزيان. غنمشي نزلو هنايا، عندي هنايا البطاطا نص كيلو د البطاطا، وعندي واحد جوج ديال الجزرات مطيبين في الماء والملحه، وعندي هنايا واحد 4 ديال البيضات، وعندي هاد انغولاس. واحد السيده مسكينه ديما كتسقسيني كتقول لي كيف هادو كيتباعوا اختي طايبين، هادو الا بغيتي تعمل معايا في طبيسه الميكروندات واحد دقيقه هما طايبين، بغيتي تعمل جوج نقيطات ديال الزيت مغرفه ديال الزيت
وكيعملوا جندية، ديك الفليفلة حارة كيعملوها في القاع والتسويمة، وكتديهم وتجيبهم غير شي شوية على قبل هادو أصلا طايبين. هذا الطير ديالهم ساهل. عندي هنايا واحد 100 غرام ديال الجمبة، ها هي ديتها ورديتها حتى هي في الزيت وخليتها تبردت، ودابا ان شاء الله نعدلوها شليضه خفيفه وفي نفس الوقت راقيه ومزيونه وكتجي غزيوله. هاد الشليضه هادي اللي كيبغي ياكلها سخونه اللي كيبغي ياكلها بارده عندهم هنايا، على حسب اللي بغيتو. واحد كيبغيها مثلا هيدا كيف ما كتشوفوها، هيدا كيعملوا عليها المليحه وكل شيء ديالها، وكاين اللي ياكلها مثلا شلاضة عاود نورمال، كل واحد وكيفاش كيعجبو ياكلها. هاد الشليضه هادي كيف عرفقوها مع الكيش ديالنا، ودابا نعمرو هادو بسم الله باليدين. ها هو بسم الله انتما كتشوفوا، وما عملت لا ملح لا والو على قبال البطاطا وخزو فيهم الملحه، ومع دابا غادي نزينوها بهذاك بالزيتون. غنعمل الصلصه ديالها ديك فيناغريتا دفيناغري، اذا ما حتاش زعما نعملوا الملح بالحق في الطبسيل ديالو، كل واحد الطبسيل ديالو. الا جاتو مسوسه وبغى يزيد مع راسو الملحه، اللي ما بغاش ما يزيدش. صافي هي هادي، ودابا غنمشي نغسل يدي باش نضيف لها الزواق الاخراني ان شاء الله يا ربي. حبيبي غنزينها غير بهذا الشكل هذا خفيه فايده، وانتم شفتوا معمره تبارك الله من كل شيء ديالها، عشيوي مدخن مع واحد الطرف ديال الكيش. هذا اقتراح وصافي، انا الصراحه قلت غنعملها غير الكيش بوحديتو، ملي بغيت خممت غادي نطلعو، قلت ورا نضيف معاه واحد الشليضه يا داك يفرحوا في الدار. زيت سلم على العشاء، تهلاو في موالين الدار. هي هذه العشيويه ديالنا ان شاء الله يا ربي، نتمنى تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. هيدا غنمشي معاهم بهذا الشكل، غنساليهم ان شاء الله ونوريهم لكم في ميسا التقديم، بورك البلاطو هو هذا في ميسا التقديم ان شاء الله. حبيبي ها شكل النهائي ديال الكيش ديالي، نتمنى يا ربي يعجبكم ويكون عند حسن الظن ان شاء الله يا ربي، وجربوا كيجي بنين كي حماق ولديد واكله شاهيه ان شاء الله. هاد السلسيطه هادي ماشي ديال الكيش، هادي الشليضه ان شاء الله، عدلتها فيناغريتا، عملت نص ديال كاس الزيت ديال بلديه، الملح ما عملتهاش، عملت واحد جوج كترات ديال الصوجا، عملت الصحتر شويه ديال الابزار وخلطتهم مزيان، والخال داكشي على حسب، وخلطتهم مزيان. ها هما كل اربعه بهم، ها هما اربعه كيظهروا لكم، كل وحده في الطبيصل، اللي بغى يزيد اللي بغى ينقص، كل وحده عندها الطبيصل ديالها. هذوك عزينت بهم جاوا مزيونين، هذاك فوق هذاك وعملتهم وصافي بالحق. هادو السلسيطه ديال الشليضه ديالنا ان شاء الله، كل طبيصل عنده ديالو ان شاء الله يا ربي، والعشيوي ديالنا ان شاء الله نتمنى يعجبكم يكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. وعملت الكوزينه قرير بليلي باش ان شاء الله يا ربي يجيني كل شيء ساهل، ونتمنى يا ربي يعجبكم يكون عند حسن الظن ديالكم. والله جرب الشليضه عاود في نفس الوقت راقيه مزيونه، نتوما شفتوا شنو فيها الكامبا، هذاك شنو كيعيطوا لهم انغولاس، كل فيهم الحاجات فوائد مزيونين وعشيوي مزيون هيدا، ومره مره مع الحمانة الصراحه عشان كذبوا على بعضيتنا ما نزينش المسا هيدا كل نهار. كان واخا كنعملوا الحاجات ولكن ما نزينش هكذا، تنوري للحباب، ومره مره هيدا مع وليداتنا ورجالنا نتهلاو فيهم ونعملوا لهم اكلات خفافين ومزيونين، ماشي دائما تغمس غمس، ونطلب الله تعالى وتبارك يعجبكم ويكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. ونبيسيتون الحبايب فيما كانوا فيما كنتوا، والله يهدينا على بعضنا بعض يا رب العالمين، يا رب تهدينا على بعضنا بعض، حية الشياطين يا سيدي ربي، ونكونوا كاملين مزيانين فرحانين ضحكانين. ونبيسيتون الحبايب كاملين، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله يا ربي،
ونتمنى من قلبي نكون عند حسن الظن ديالكم، وحنا ماشيين درجه بدرجه بفضل الله وديالكم. وشكرا حبايبي ومبيسيتون الحبايب فيما كنتو، شكرا بزاف بزاف بزاف، شكرا على الدعم اللي كيدخلوا الجداد والقدام، وشكرا كنشكركم من كل قلبي. بيسيتو حبايبي.